محظورات الإحرام. إحرامنا بزوشة سبب لر. نعم. يحرم على الرجال والنساء. حرام بلوك تراين دي إحرامنا بزا إرابة راحم خاطقل دلارغا. قص الشعر. شاشنة قصقرتو. تقليم الأظافر. ترناقنا كيسو. الطيب. خوش إسلام ويلار كلانو. الجماع. مقدمات الجماع كالتقبيل مثلا. يحرم الصيد. نعم. ويحرم على المرأة لبس النقاب والقفازين. وأما الرجال يحرم عليهم لبس المحيط حول الجسد مثل الفلينة، السروال، القميص، الثوب. نعم. هم إرادارغا تيلا تغلغن كلمتلار، شالبرلار، مايكلار شندي درسلار تيلغن. تغطية الرأس بملاصق الطاقية، العمامة. شلايق باشنا قبلي ترغن تبتاي يكي يولق هم باشخاترلي باشنا قبلي ترغن نرسل. نعم. ولا يمكن أن المحرم أو المحرمة يكون زوج، يعني لا يعقد عقد نكاح، لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي عقد النكاح. هم شلايق نكاح كلو يرامي خطبة كلو يرامي بطيل غنبلا. نعم. أما استعمال أما اللبس بالنسبة للمحرم يلبس النظارة الحزام، هذا لا إشكال فيه. هم كوز لكيو مثلا إخرام تشبكت مثلا شو قايش قيو دبرني بروبليم دا يخرخصت يتلغى. يحك الرأس، يغتسل. باش نقاشو يونو شلا يخرخصت يتلغى. يستعمل الصابون العادي، لا إشكال فيه. غادي إس الصابون كو كلانو شلا يخرخصت يتلغى.